لا رح ننتقل للحديث على انجاز اردني مميز جدا ومهم جدا في المواي تاي. بشرفنا يكون معنا الكابتن محمد انطاكي. اهلا وسهلا اهلا ومبارك على فيك، الانجاز. الله يسعدك حبيبي. اهلا وسهلا فيك اهلا محمد، فيك. ونورتنا اليوم بحزام الاحتراف وفضية العالم. شو رايك نحكي عن فضية العالم اول؟ ان شاء الله نحكي عنها اكثر. هلا، هاي بدايه يعني بحب اشكركم انه انا موجود معكم هون، نورتنا. وبشكر كل حدا هلا عم بتابعني ويعني بشاهدني. هلا هاي بطولة العالم كانت قبل شهرين، فهي كانت بطولة عالم منتخبات. نعم. كان مشارك فيها تقريبا 100 دولة، كان مشارك فيها أكثر من 1000 لاعب. نعم. فشاركت مع المنتخب الوطني، والحمد لله يعني قدرت أحقق فضية العالم بأول مشاركة بطولة العالم مع المنتخب. يعني فزت بالجيم الأول على بطل المغرب، فزت بالجيم الثاني على بطل العالم مصري، وخسرت في الجيم الثالث مع بطل العالم الكازاخ اللي هو أخذ ذهبية العالم. كانت يمكن هاي رابع مشاركة يعني. وإحنا له. بنحكي محمد إنه الموي تاي هي من أصعب الألعاب كمان. أنت صحيح. بتحكي عن كل الأطراف يعني الموجودة. بالفعل يعني هي بنقدر نحكي إنه الموي تاي شامل، بستخدم فيها كل أطراف جسمي، استخدم فيها اللكم، الإلبوز، النيل كيك، كل أطراف الجسم بقدر أستخدم فيها. نعم. يعني صراحة هي بتحتاج لياقة، بتحتاج قوة، بتحتاج كل إشي يعني، وبدها ذكاء طبعا يعني طبعا. رقم واحد. ممتاز كثير. احنا بنحكي هلا كمان على حزام مميز جدا، بدايه نحكي على فكره الحصول على الحزام الاحتراف، بعدين نحكي على تصميمه المميز. يعني هلا في منظمه عالميه اسمها فريدوم، لصاحبها يعني رئيس المنظمه الكابتن رامي ابراهيم، كل الشكر له اللي اتاح الفرصه انه احنا نعمل فايتات مثل هيك. لهاي المنظمة موجودة يعني عم تعمل إيفنتات كتير، والمرة هاي كان الإيفنت عاملينه عنا في الأردن عشان يفتحوا لنا مجال إحنا نشارك ونفوت الاحتراف. حلو. فأنا ومدربي الكابتن سيف زكزوق قدرنا نلعب على حزام الاحتراف، كنا على أحزمة، وكان في ناس عم تلعب على كأس من فريقنا، وكان في ناس كتير مشاركين في هاي البطولة، كان في كندا، البرازيل، أمريكا، كان في كتير دول. والحمد لله قدرت ألعب على الحزام هاد، ولعبت طبعا 5 جولات يعني، والحمد لله قدرت أفوز الحزام. ما شاء الله، اهلا فيك. الله يسعدك. شو بيعطيك هذا الحزام لقدام، وهل بتفكر بالاحتراف بعيدا عن المنتخب؟ يعني صراحة لا، أنا ناوي أكمل في المنتخب وبالاحتراف مع بعض، مش ناوي أوقف. ما يعني حتترك المنتخب طبعا إن شاء الله. إنه ناوي أكمل في المنتخب وأكمل في الاحتراف، ويعني الحزام هذا كتير بيعني لي، إنه صراحة لعبت المرة هاي كانت غير كل بطولة لعبتها، يعني غير بطولة العالم. هاي المرة كانت بين جمهوري، كانت بين أهلي، يعني بين طلاب جامعتي، بين كل حدا انا بحبه كان هو يعني عم بحضر الفايت هاد. فكان بيعني لي كثير انه انا لازم افوز بالفايت هاد. كان فايت صعب بس الحمد لله يعني ربنا وفقني فيه. قدها. الله يسعدك. طب خبرنا على اجواء التحضير لهي المشاركه كيف كانت؟ يعني صراحه كانت صعبه جدا، ومثل ما بتعرف احنا بنرجع الاشي انه احنا ما في عندنا دعم، نرجع كل مره انه احنا ما في عندنا دعم في الالعاب القتاليه، قليل جدا الدعم. يعني مثلا ما كان في معسكرات، بتتغلب شوي في موضوع التغذيه، موضوع البروتينات. يعني هلا كل اشي كان بيعتمد علي انا ومدربي. يعني كان مدربي الكابتن سيف زكزوق والكابتن خالد، وانا احنا عم نتعب مع بعض احنا الثلاث لحتى انه اوصل. اما ما كان عندي اي دعم خارجي. بطوله العالم يعني بشكر عائلة البطل جاد يونس انهم عملوا لي سبونسر، وصراحة انه قدرت احقق انجاز، ولهم يعني صراحة شكر كبير طبعا. بس ببطولتي هاي ما كان عندي سبونسر، فكان كلياته تدريب شخصي، وكان يعني كن كل شيء كنت عم بشتغل فيه انا ومدربي لحتى قدرنا نحصل على النتيجة هاي بدون اي دعم. ومؤسسة فريدم عالمية طبعا معترف فيها طبعا. خلص اعطوك حزام الاحتراف، هل في على الاجنده قتالات ان شاء الله؟ هلا هم في عندهم ايفنت حيكون في شهر 12 في نيويورك، وحيكون عندهم هم من هون لشهر 6 السنه الجاي، هم عندهم ايفنت في كل شهر حيكون بدوله بالبرازيل في امريكا. فلا انا انه الحمد لله انه بطل الحزام وزن 75، فان شاء الله انه يعني تكون لي الفرصه، وان شاء الله انه عم بتابع مع رئيس المنظمه انه حطلع ادافع عن الحزام ان شاء الله في نيويورك ان شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. في عندك مشاركات أخرى بعيداً عن هاي المنظمة ولا؟ يعني بالاحتراف أنا عملت فايت احتراف قبل 4 سنين، عملت فايت احتراف بمصر. نعم. وبعديها برضو كنت عندكم هون يعني في القناة. وهلأ هذه يعني إن شاء الله في شهر 11 عندي بطولة قادمة كتير قوية، وإن شاء الله إنه أنا على الطريق الصح إن شاء الله، إنه يعني مش عارف المكان في الضبط، فأنا مخليها مفاجأة صراحة. أوكي. إن شاء الله حتكون بطولة كتير قوية وماشي أنا في الطريق الصح، فإن شاء الله إنه دائما حيكون في بطولات ودائما مستعد ومجهز إن شاء الله. نرجع شوي لبطولة كأس العالم أو بطولة العالم. فضية العالم مش سهلة،
والفنون القتالية يعني كل يوم عم نلاقي مقاتل جديد ومقاتل قوي جدا. والأردن إحنا معروفين يعني بالفعل إحنا خبرني أكثر كيف كانت البطولة، يعني احكي لنا أكثر عن تفاصيلها والفايتات اللي خضتها. يعني بقدر أحكي إنه بطولة العالم إيفما، لا خاصة إنه اتحاد دولي إيفما، إنه هي أقوى بطولة في المويتاي، يعني بالزبط. يعني إشي مفروغ منه إنه إيفما أقوى إشي. صحيح. كانت أول مشاركة إلي مع المنتخب. هي اللي بإيطاليا صارت؟ لا صارت في أبوظبي. قبل بطولة إيطاليا. أوكي. يعني صراحة كانت أول مشاركة إلي، فكان إنه يعني لازم أثبت حالي مع المنتخب لازم أعمل إشي، وما كانت نفس الوقت إنه بطولة سهلة، يعني مش بطولة عادية. أنا كنت عارف إنه رايح على بطولة كتير قوية، والمغرب إحنا معروفين، يعني هم معروفين المغرب من أقوى الناس في رياضة المويتاي. فأول جيم إلي كان مع المغرب، بس الحمد لله يعني بتشجيع مدربيني وبتشجيع الكابتن سيف والكابتن عيسى أبو نصار ورئيس الاتحاد، كل الشكر إله، الأستاذ سامي الوحش والكابتن خالد زقزوق اللي هو يعني مستوانا الفني كلياته بيرجع له بالمنتخب، يعني هو مدربي، يعني انا لاعب عنده من بداياتي، اضافه انه هو مدربي في المنتخب. فكل هذا يعني كان حافز لي وكان دعم وتشجيع اهلي والناس اللي معي. قدرت افوز الجيم الاول. على الجيم الثاني كان مع بطل العالم مصري، فبرضه صراحه كان الجيم كتير صعب، لانه كنت شايف الفايت تاع المصري، فكان انه منزل قاضية وفايز جيمين، وصراحة كان هو عنده بنية قوية، يعني كان يعني مقاتل صراحة كتير كامل. كان صعب شوي الفايت، بس الحمد لله برضو فزته 3 جولات. بعدين تأهلت على الفاينال، لعبت مع الكازاخي، يعني صراحة أقوى مباراة ممكن ألعبها في حياتي. هي كانت أنا أول مشاركة بطولة العالم، كان هو عنده 12 فايت بطولات عالم، يعني كل مشاركة بأربع نسخ، كان هو كل بطولة يعني كان مشارك بثلاث فايتات، وآخر واحدة أخذ ذهبية العالم. فهو صراحة كان يعني كتير قوي، بس استفدت منه كتير يعني. وبعده هيني الحمد لله قدرت أفوز بالحزام ما شاء الله. صحيح صحيح. طب محمد خبرنا على أجواء التحضير للمشاركات كيف بتكون عندك؟ يعني صراحة أنه أنا بدرس في الجامعة، هي صراحة يعني صعبة شوي، بس الحمد لله بدرس رياضة في الجامعة الأردنية، فانه بكون انا الصبح بدايه بكون في الجامعه، بعد الجامعه بتدرب للمره الاولى بفتره الظهر، بعدين انا كوتش بدرب فبعطي حصصي، بعدين برجع بتدرب للمره الثانيه المساء. فانه بعد بيكون صراحه شيء كتير صعب علي، وبنرجع بنحكي انه لما لو في سبونسر فكل شيء بيكون اسهل، هلا انه ما في سبونسر انه كل شيء يعني بيكون ضغط ضغط ضغط، بس الحمد لله انه لما الواحد يشوف نتيجه يعني بيكون انه بينسى التعب اللي عم بيتعب. صحيح صحيح. احنا دائما بنحكي انه اكيد بنوجه رساله للداعمين انهم يشوفوا اللاعبين اللي عم بيجيبوا اكيد بطولات عالميه وايضا عم بيشاركوا بالمحافل الدوليه، انه اسمكم لو بيكون عندهم او معاهم مرافق للبطولات اكيد هاي دعايه قويه، وايضا تشجيع للشباب الرياضي وين ما كانوا، بسهل عليهم مهمتهم كمان. يعني لو محمد عنده الدعم الاكبر اكيد كان جاب الذهب، احنا كثير فخورين بالفضه ولكن اكيد كان جاب الذهب. يعني صراحه بنقدر نحكي انه له دور كثير كبير، يعني وصراحه لما كان عندي سبونسر ببطوله العالم، يعني اوكي يعني شو ما كان سبونسر هو كان بالنهايه شيء منيح، يعني صح. ساعدني، لو ما في سبونسر ممكن كان لسه الوضع اصعب شوي او صح. اسوا صح. فكل ما كان انه في عندنا دعم. عندك كمان سفره بدها سبونسر؟ يعني صراحه عندي هلا ان شاء الله بشهر 3 عندي بطوله عندي عالم في تركيا، سوري في تايلاند، عندي ان شاء الله الشهر الجاي بطوله، بس طبعا حتكون مفاجاه ان شاء الله، ربنا يوفقني ان شاء الله. وعندي صراحه كثير استحقاقات قادمه، وعندي كثير شغلات قويه، فانه يعني احنا يعني مش بس انا باسمي، انا بحكي انه لكل رياضي انه اذا كان في له دعم او كان له سبونسر راح يبدع. صح. واحنا منتخبنا صراحه المويتاي كثير قوي، يعني منتخب يعني بدون دعم بدون امكانيات بطولات كثير قويه، يس عم بنجيب انجازات كثير عاليه، يعني في عندنا مثل الكابتن سيف زقزوق انه صراحه عم بجيب اعلى انجازات في العالم، مش بس بدون اي دعم. فاحنا كل ما كان عندنا دعم اكثر رح نقدر نجيب نتائج اكبر. طبعا بكون تركيز بس على انجازكم الرياضي ومرتاحين من الجوانب الثانيه حولي. بالفعل بالتوفيق ان شاء الله بالقادم. الله يسعدك ان شاء الله. وانا بحب يعني اشكر الكابتن سيف كابتن خالد، بحب اشكر التيم تاعي كليات اللي بيساعدني، بحب اشكر عيلتي، بحب اشكر يعني جامعتي اللي عم بتساعدني صراحه شوي في موضوع طبعاً. الغياب والتفريغ، وبحب اشكر كل حدا بيكون معي، وبشكركم انتوا طبعا. التصميم بس اخر شيء شو اخباره؟ لانه سالك عنه عيد ونسينا نرجع له. الكابتن رامي ابراهيم كوفيه فلسطينيه الكابتن رامي ابراهيم رئيس منظمه فريدوم، هو اصوله فلسطينيه، فهو حب لما يعمل الستايل تاع الحزام يعني يرجع لاصله، او يعني يعمل إشي
يعني بين للعالم فلسطين. فهو كانت فكرته كتير حلوة إنه كل الناس من برا كانت أغلب المشجعين أو المتابعين للمنظمة هاي هم من برا الأردن أجانب، فهم لما يشوفوا الكوفية فهذا إشي يعني الناس كتير حتعرف على فلسطين من هاي. صحيح 100%. مبروك، الله يبارك فيك وشكرا لك. كمان أحسن إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك محمد. أهلا فيك، الله يسعدك. يعني قديش بنكون فخورين عيد بالعادة إنه دائما بيكون عنا أبطال فعلا بنرفع راسنا فيهم، سواء بالاحتراف سواء بالمشاركة عن طريق منتخباتنا، والجهود الشخصية أيضا إلها دور كتير كبيرة. المدربين بيحبوا إنه يكون من بين إيديهم طالع نجوم وأبطال يمثلوا المملكة. بنرجع وبنحكي دائما الدعم لازم يكون موجود، والخير أكيد بالشركات اللي حتقدم الدعم للجميع. طبعا يعني برجع بحكي انه الفضل بعد ربنا في كل انجازاتي في كل شيء انا عم بكونه هو الكابتن سيف زكزوك مدربي، كان ضيفنا يعني كمان. الصراحة هو عم بتعب معي لدرجة لا توصف، يعني كل شيء انا عم بكون فيه باي جانب، سواء جانب نفسي سواء جانب بدني ايش ما كان الجانب اللي انا فيه، الكابتن سيف هو يعني له دور فيه وفريقي كامل، بس برضو الكابتن سيف كل الشكر له طبعا، وإلك اكيد لانه جهدك بالاخر انت عم بيثمر كل تعبهم معك. الله يسعدك. بالتوفيق ان شاء الله بالقادم. شكرا لك. شكرا. بالتوفيق بالقادم.